التست أجهزة الطرد المركزي جيد المقاومة للحرارة جيد للبرد جيد راك مقبول راك حتروح يبعدوا أماما هذولي الجول هذولي الجول واو جفري فواكه مجربة ببرودة خلينا ندخلو خلينا ندخلو للمشاركة اجمع 6 إلى 12 ملصقات جوفري حسب حجم القارورة وارسلهم إلى العنوان التالي الطنبلة الكبرى لجوفري صندوق بريد 69 بيس قصرين 16100 الجزائر جوفري أشرب المختلف كون مختلف السلام عليكم ومرحبا بكم دير دوراي سان رانديفو دي ستار ايفينمون سكوب انترنت اليوم لو رانديفو تاعنا مع الفكاهة مي الجزائريان الوغ لارتيست تاعنا اللي راهو حاضر اليوم في دير دورا قدرتوا تشوفوه في قهوة الغوستو جورنال الغوستو اي با مال دوت ايميسيون الوغ ما نطولش عليكم نخلي لكم مع كمال عبدات مرحبا بك كما عبدت في دير دورة السلام عليكم الأخ شمس الدين يعني سعيد سعيد بهذه الحصة حصة الجليس يعني للمثقفين والثقافة فضاء دير دورة لا 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 مي هاد لومبيونس بين شغل السلام عليكم دونك زول صافي بليزير سي لا بروميير فوا نجي هاد الحصة اعطيتوني الجو وكاع صافي بليزير شربت الجو لا جوستومون دونك الحصة تاعنا الي سبونسوريزي باغ الجو تاع الجو مليح الجو هذاك مليح واش راك صافا رانا نخدموا رانا نجري وان بو بارتو لي تورناج دي سبيكتاكل دي فوا و فوالا با تري بيان دونك هكذا حنا بيان سور باش نعاودوا نفكروا المشاهد الجزائري اللي يحب كمال عبدات لي ديبي تاع دونك فا كمال عبدات يعني افون فقهوت الكوستوا انا لي ديبي تاعي صافي لونطون صافي لونطون مي ما بديتش ما روحتش باش نولي بروفيسيونيل ولا دخلت تياتر 94 هكذاك كنت صغير تخلي خالي يفرحون الميزون جون قال لي باش تنحي الحشمه وكاع دخلت برومي جور قال لي هذاك قال لي دير لك قط قلت له شنو ندير لك قط ندير لك انا ندير لك قط جامي ندير لك قط من هذاك النهار جي في دو تياتر في سي ام في ليسي جي كريي ما بروبر ترو بار لا سويت دخلت لا راديو 2005 لا راديو شان 2 بالقبيليه ensuite لعب دي فيلم ودي سيري ودي سبيكتاكل بالقبيليه 2011 بديت نبان باسكو خدمت في قهوه الكوستو سيتي لا بروميير فوا نخدم هكذا كيفاش حتى باش كرت باش تشارك في دون زان بروغرام باغي ما فكرتش سي كو موح بن داوود شافني في التلفزيون هكذا في ان سكتش بالقبيليه و دونك الى بروبوزي نبيل عسلي ils m'ont appelé جيت شفتهم قالوا لي فوالا دير دي سكتش قلت لهم العربيه ما نعرفش مليح و لي بروميير طون خفت 15 جور الاولين غلقت البورطابل وما عيطوا لي وانا خفت نجي باسكو سي با فاسيل تجي من القبيليه للعربيه سورتو كي ما تميتريزيش بيان لا لونغ ومن بعد بديت سا بيان مارشي فينالمون لي بلاك اللي ضحكوا بالقبيليه ميم بالعربيه ميم يضحكوا سي ليمور تاع الجيري سي الميم ايمور ميم تبدل لا لونغ سي دونك بعدها دونك كاين في لافونتور اي لو سوكسي وين زاد هكذا لو غران فا بوبليك وين تعرف عليك سيتي جورنان الغوستو وي احكي لنا فاش جوستمون على لي 3 سيزون انا جي حياتي كاع جي توجور ريفي دو فير ان بروغرام هكذا بوليتيك سي ان ريف كاع حنا شكون ايماجينا بلي نهار نقدر نروح للتلفزيون وندوز ونلعب ان بيرسوناج بوليتيك ونكتب ديجا في قهوة الغوستو جافي في ان سكتش بوليتيك هكذا درت حملة انتخابية مي سيتي با
Jalal Gusto, c'est vraiment un rêve تاع لي بدام كي كنت صغير كنت نقرا الجورنال هذاك المنشار ومن بعد لي غنيول ومن بعد حوايج نشوفهم غير برا اي لو فير سي فريمون ان ريف ومن بعد كي دخلنا سي اون افونتور هومان باسكو حنا سي اون ايكيب اوني فريمون اون فامي تاع الغوستو مع كادر جري ويتو دونك سي اون افونتور وتعلمنا بزاف حوايج باسكو في جالال غوستو تي دون افون صافي دير انت انا عندي لاكسيون كابين نقدر نلعب ان بيرسوناج لازم نلعب ان بيرسوناج تاع مينيستر عنده اكسون منا ولا اكسون منا ولا مصري ولا هندي ولا دونك سي بوكو دو ترافاي فوالا اي جوستمون دونك بارلون دونك داكسون اوسي c'est que tu as fait le hayat al yomia prof de français aussi oui donc voilà je suis prof de littérature française donc ana je fais des études de licence on parle de magistère درتو parce que حبيت نديرو parce que باش نفرح مواليا parce que جداتي حتى درك نقولها تقول لي راك تخدم نقولها عندي تورناج عندي ميسيون تقول لك لا 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 الخدمه القرايه باسكو الخدمه هذه اللي نخدموها دونك راني اون دكتورا مي توجور ان رابور مع الدومين تاعي اللي هو التياتر وانا توت مي زيتود ليسونس ماجستير ودكتورا خدمت على لو تياتر بوبولار دو كات بياسين parce que Kat Biasin c'est un personnage un راجل qui m'a inspiré ou mazal il m'inspire c'est un grand écrivain فدوك حنايا عباك pour le moment انا محسوب عاقلين في لي كاستيون دوك نروحوا لهذوك لي كاستيون شويه لا الخرج هوب هوب الخرج دوك نولي تخبرك دوك حنا عندنا واحد السؤال دونك فبا جوستمون انت محمد خساني فالناس يمحدوش كاع بديتو ف دون لا ميم يعني fa période mais ça reste que كل واحد راه يدير une carrière fa وحده oui OK est-ce qu'il y a une concurrence ma binatkom ou là محسوب ليها toujours هذيك la complicité تاع جورنان الغوستو une concurrence certainement mais une concurrence saine ça veut dire concurrence مليحه تاع خاوه ماشي concurrence نتا نتكارهو تاع نقولوا كلش face à face هكذا Et puis, concurrence, tu fais des efforts. Tout l'année, tu fais des efforts pour te battre, ماشي باش تكسر صاحبك باش تطلع النيفو تاع ليميسيون انا وناسين باغ اكزومبل لي بروميير جور تاع جانال كوستو مازالنا حتى لدرك يدير ان بيرسوناج نقول له ناسين هذا البيرسوناج نو هذا لا لا هو ثاني يدير ان بيرسوناج يقول لي كمال تا صاحبي مي هذاك ماشي بيرسوناج ما خصني سي لا ميم سا فو دير نهضروا على ليميسيون اون سو دي ديريكتومون حاجه مليحه حاجه ماشي مليحه اون اي دي زامي وفي بصح في الخدمه اون سي دي لا فيريتي سي امبورطون هذا ما خص لي كوميديان الجيريان سا فو دير حنا لي كوميديان ومن بعد هكذا تشوف مي لو كان تهضر هكذا تقول له فوالا انت مليح انا مش سا سخي بيان لا كريتيك هذه كونستركتيف النقد البناء هذا الذي يعني فوالا صح دونك اوتون فاك ارتيست كونفيرمي اليوم فواش رايك في لومور الجيريان باغ رابور في اللي كان تاع بكري انا بيرسونيلمون راني فرحان بلومور اكتويل بلا جينيراسيون تاعنا ماشي فرحان باسكو من لا جينيراسيون هادي مي عندنا زهر كي نحكي مع لي زونسيان صحابي كي سون ديفوني سي ان بليزير حميد عاشوري ولا صالح اوغروت ولا نكسر معاهم يزافي با لا شونس اللي عندنا حنا كي لا ليبرتي ديكسبرسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون اللي عندنا الي ني با ابسولو صافي تيري مي بارابور لهما على ليبوك و يافي شان وحده وسان وحده ما تقدرش دونك يافي دو لا سونسور دو لا سونسور اون بليس دو كافا كاين انترنيت اوسي وي وي دونك حنا اون دو لا شونس اللي كاين لي شان بريفي هادو اللي عاونونا بزاف كاع لي شان بريفي اللي خدمت معاهم اي كاين انترنت نشوفو في فرنسا ولا ايور يا دو لوتو برودكسيون بار انترنت يا دي كوميديان كيما ديو دوني لي ما يجوجوش كاع في التلفزيون غراس ا انترنت راهم انا كي ندير ان سبيكتاكل
mais il y a pas d'affichage على بالك تاع تاعنا تاع التياتر تاع الجزائر ما يديروا افيش وحده يخبيوها في كوان هكذا واحد ما يجيها grâce à internet كاع العباد يجيو لي سبيكتاكل دونك انترنت aussi عند وكاين بزاف لي كوميديان انس ومروان و دي زيت جوكر اللي بانوا grâce à internet et ça fait plaisir وحنا راك على بالك كامل العباد سك في ليميسيون دير دورا تاعنا يجيبونا دي سكوب حنا بك عندنا واحد سكوب صغير طيب قالوا سكوب سكوب واعر قالوا لنا باللي كامل عبدات يحطب صح اسكو كاين وي 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 سي انا سي مون غون ديفو هذه تاع ويحطب هكذا نورمال يخليه حطاب يعني انسان انسان حطاب يعني امارس من التحطيب والحطابه يعني جدي الاول كان يعني يقطع الاشجار اما انا في يعني ماشي نحط برش كون حطه مي هكذا انا مهبول وارتيست دي فوا مهبول صافي ديكالي ديكالي دي فوا نقولوا الواحد نتلاقى على 10 نتلاقى على 10 تاع نهار الاخر ولا هكذا لا غالب ودون ما في كوتيديان صافي دير ماشي غير في الخدمه شفتو في الخدمه في الخدمه انا نقول لك صح كي ما تعجبنيش خدمه ولا ما نروحش ولا دونك صافا دوك عباك بوغ لو مومون ديجا جيت لي راك قاعد في الكرسي راني قاعد ما نقدرش نعرف ولا ودرتها بليزيور فوا درتها بليزيور فوا بديت ان تورناج 8 ايام ان رول برينسيبال 8 ايام هربت خاك وراك ويعيطون في التليفون وراك واش كيعيطون في التليفون بيان سور يعيطوا في التليفون ما كانش ريبونداج ريبونداج تروح لي لوبسيون دونك كاع العباد لي برودكتور اللي يحبوا يخدموا معايا كاع ما تعيطوليش فوالا نداء الى كل المنتجين ما نخدمش نقعد في الدار نومي نحطب في الدار نحطبهم في صاحبتي وكاع نحطبهم كاع سي بروبليم سي بروبليم ناسيونال يعني مشكل وطني يعني ويعني يعني السلطات العليا يعني شكرا راح كمل مش كنت راح نقدر نكمل معاك كامل بصح معليش دوك فرحين دونك نحكيو تانيك على الوان مانشو تاعك باسكو انت باغمي لي غارز ارتيست اليوم هومورست وين داروا وان مانشو ان دي في دي افيك تماك الناس وين تقدر تشوفك سيغ سان اي تو اسكو تقدر تحكي لنا شويه وي انا لي سكتش او ديبي قلت لك نخدم بالقبايلي الوريجين سي ما لونغ مير لغه الام وخدمت بزاف في القبيليه ابخي خدمت بالعربيه كاينين كاع لي سكتش تاعي في اليوتيوب مي اون بعد حبيت نعاود نولي لوريجين خدمت ان سبيكتاكل في تيزي لو 12 جانفي خرجته اون دي في دي دي في دي في ساعه ونص باسكو سبيكتاكل درت ثلاث سوايع سور سان قسمتهم على زوج خرجت ان دي في دي الدي في دي اي لا مارشي راهو يتباع بارتو ان الجيري درتو بالقبيليه باسكو لي سكتش هادو كاع ايزيكزيست بالعربيه اي بي سي امبورطون باش انا نولي نعاود لا كولتور اوريجينال تاعي باسكو لازم نخدم بهاد لا لونغ كي ما لونغ وانا دي فوا ميم نخدم بالعربيه نسي نفي ندير هكذا لي زيفور شغل نهضر هكذا وكاع مي لاكسون يعاود يولي خطره كنت تورناج مع توانسه بريسيون هكذا ما فهمش لا تم لابريسيون تاعي نهضر بالعربيه ان مومون دوني العيايل تاع 1h دو ماتان لونسيت اون فراس بالقبيليه مع في وسط بالعربيه دخلت هكا اون فراس سي طاي دراجي فوالا جو سي با كيفاش دخلت مي سي سا كي تكون عندك ما تقدر سي 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 فيا دونك جو بو با دونك سافو دير كو انت بديت من دونك منطقه القبائل بعدها بديت هكذا باك تخرج فيها فجيت الالجي ومن بعد الجزائر كامل مي دوكا راك تخرج على الجزائر جوستومون ورحت للمغرب العربي وين قدرنا تانيك نشوفك واحد المسلسل تري كونو كي نسيبتي العزيزه اسكو تقدر تحكي لنا شويه اوتون يعني فكالجيريان والمسؤوليه تاعك فجزائري ويمثل الجزائري دونك دون اون لو بروبليم هادي يمثل الجزائر ما نمثلش انا نقول لك ما رانيش سفير وما رانيش بوليتيسيان باش نمثل ما نمثلش نمثل روحي شو ان ارتست اون اي دي زارتست بيناتنا نحكي كيما يحكيو لي زوطر باسكو جاي ان بروبليم قالوا لي علاش تخدم سيغ اون شان تونيزيان وتحكي لي بروبليم تاع التساير سي تو طافي نورمال وماشي نروح نحكي لومور في باسي لي ميساج هادو بلا ما ماشي عيب كي تشوف لي زاميريكان كي تشوف ايدي مورفي يلعب الكحلوش تاع الماريكان ما يحشمش يلعب مرا كحلوشه ما يحشمش كي تشوف ايليكاكو يلعب المرا
juive, yahoudia, mais hachemch, parce que c'est notre culture. Hna chab andna des défauts, andna des qualités, ou l'expérience ta Tunis, khdemt, fi Tunis, j'ai fait ce qu'on appelle professionnalisme, fi Tunis. Ou les acteurs, les l'abd, fnsi btel Aziza, ils sont adorables. Ou ta'alim bzaf, les comédiens tunisiens, ou mazalni nkhdem ma'ahom, ou mazalni en contact ma'ahom, ou j'espère il y aura d'autres productions dans le Maroc, dans la Tunisie, parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec ça. Khawa. Inch'Allah. Et est-ce que vous avez dit que vous avez un concours pour les jeunes talents parce que nous avons beaucoup de gens. Donc il y a des jeunes donc talentueux là hena fi Dzaïr. Est-ce que nous aujourd'hui confirmer راكم تخمو باش ديروا un concours ou هكذا عبك باش تساعدوهم ولا تعاونوهم شمسو كي تقول لي كونفيرمي وين كونفيرمي في لا بوست في لا ميري ما تكونفيرميناش باسكو مع لونداولا ما عنديش لا كارت دارتيست ما عنديش انا ما نحبش الكوارت ما عندي ني كارت دارتيست ني لا كارت تاع لونيفرسيتي لا كارت ديدونتيتي مات لي 6 شهور حتى خلصوا لي دراهم باش عاودت الباسبور مات لي دونك اوني با كونفيرمي حنا شمسو بنا هكذا وكاع ça veut rien dire n'aounou n'qadrou n'aounou c'est aussi donc n'aounou c'est sûr ana wahed ykoul li aouni n'aounou le problème lyoum il y a beaucoup d'artistes des jeunes hakda ntlaqaw behom ykoulou lna même de 15 16 ans ykoulouk ana j'aimerais bien faire du cinéma faire du théâtre etc. C'est bien ana j'aimerais bien n'aoun mais le problème tana hna c'est la formation hadou ka hna déjà on n'a pas été formé ana j'ai pas eu de formation انا في ميزون جون ومن بعد في تياتر ومن بعد تعلمت سكيا سك تخالط دي جون تقرا كتابات ايتترا tu vas apprendre تشوف سكي سي في ايور في الامريكان في فرنسا ايتترا مي هادو لي جون سكي مونك و ميم في لي سيزون الاخرين تاع قهوه الكوستو سكي مونكي سيتي la formation parce que la formation لازم تعلم كيفاش تكتب ان تيكست بيان سور انا نكتب لو سيناريو كيفاش تكتب لي ان سكيتش parce qu'il y a des bases كيفاش tu montes sur scène les techniques les tu vas les utiliser donc le problème c'est pas هادو كاين تلفزيون il y a beaucoup d'émissions qui ont été faites dans ce sens il y a des concours il y a internet n'importe qui يروح يسوى روحو بورتابل يرمي sur internet mais on bat de la qualité ou la qualité تجي بلا فورماسيون انا جيمري بيان انا اوتونك ارتيست يعيطوا لي بور دي فورماسيون باسكو انا لازمني نتفورما كيما كاع الناس انا بلومبي ما تقدرش بلومبي هكذا ا مومون الا لازم انفورماسيون واليوم انتم اسكو كاين محسوب دي سيناريست هكذا عباك فلي رامي فجوستومون دونك يقوموا بالكتابه لي سكاتش تاعكم ولا انتم فشخصيا اللي راكم ديروا في هذا السكيتش اسمحوا لي كاع لي سيناريست اللي راهم يشوفوا خاصو اليوم ما كاش ما كاش يا با داتوليي ديكريتور سي فري باسكو ايور كي تشوف لي غينيول باغ اكزومبل عندهم 4 سيناريست برينسيبو و 16 سيناريست يكتب تشوف علاش باسكو فا جوغ سا محسوب سا باي مال ما كاش دراهم ما كاش ديجا الاوريجين لا فورماسيون باش تولي سيناريست واش دير تعمر لي زيكستريسونس في لاميري تولي سيناريست ما كاش شكون لي سيناريست اسكو ايكريفون ما كاش دونك لا بلوبار لي كتبوا سوا سي دي رياليزاتور كاين بزاف لي رياليزاتور يكتبوا كاين دي كوميديان كاين دي فوا عباد ما نقولش بلي ما كاش كاين يسون ماشي بزاف والبروبليم تاع السيناريو يسبوز في السينما يسبوز في التياتر ويسبوز عندنا انا جيمري بيان يعطيوني ان تكست نلعبو علاش انا لازم نكتب ونقول لك صح انا دي فوا يخلصوا لي دي زيدي سي نورمال باسكو فلازم سي لا سي لا رياليتي انا كي او بو دا مومون كنت نجوز كل سمانه في التلفزيون او بو دا مومون عندك والو تولي انسان يعني انسان انسان حيوان يعني حمار الزرد يعني ولا تكتب شيء دونك جيمري بيان كي يي دي سيناريست يعاونونا بل ان شاء الله دونك لو بروشان انفيتي تاعنا جيسبر في دير دو راح نجيبو ان سيناريست باش يعطينا ثاني الراي تاعو ونشوفو فريمون لا جوستومون كالي لو ميور رول تاعك ولا في الشخصيه اللي تفضلها لو بلوس le meilleur moment on va dire من نهار بدات لا كارير تاعك حتى اليوم كامل je pense que j'ai fait enfin درت بزاف لي رول
Nahjila, ça reste mon personnage que j'aime le plus. Nahjila, علاش parce que في لا راديو بديتو هذا الرول ان جور هكذا في لا راديو قال لي صاحبي درك زعما نعيط لك هضر مع عمر قال لي الو نمشي خلف لا ونحجي لا نمشي جي كومونسي كوم سا مع نحجيلا ونهار وصلت قهوه الكوستو ان مومون دوني خلاصوا لي لي سكيتش قلت لمحب بن داود ما عندي سكيتش قلت له عندي ان سكيتش نحجيلا مي يتلعب برك بالقبايليه جو با جوي باسكو عندها دي تيرم وكاع العجايز تاعنا عندهم فوكابولير تاعهم بالقبايلي ما نقدرش قال لي روح محب بن داود ما بوسي قال لي روح 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 و جو بونسي اوسي بلي العباد رايحين يزعفوا لي كابل كيما انا يزعفوا علاش درتو او كونترير سي ان بيرسوناج اللي نحبو بزاف وهذاك البيرسوناج باسكو سي ميلونج بين جداتي كي تهضر في التليفون الو جداتي مازالها تهضر هكذا في التليفون واحد الجاره تاعنا في البلاد تضارب وكاع هكذاك دونك سي ان بيرسوناج اللي قريب مني ويفكرني بوكو دو فام كابيل اللي نحبهم واللي سورتو جداتي اللي نسلم عليها ايما سعديه صح ان توكا لحقنا في نهايه ليميسيون تاعنا وحنا بيان سور ما نقدروش نخليوك فتروح بلا ما تجوز ام تي ميساج دونك سي لا بارتي فا كونفيسيونال وين راح تحكي مع الجمهور تاعك مع لو بوبليك اللي يحب فكامل عبيد راح تفتو في هاد لا كاميرا تاعك فوالا وتقول لهم فا دي ريميرسيمون تحب تشكرهم تحب تضحكهم تحب ما نضحكهمش لهنا الكاميرا ايوه لهنا ايوه الشباب الجزائري كيما اللي صار هذا تاع تاع ايوا الشباب فوالا شكرا بقول دونك فوالا كمال عبدت جيسبر كو نديرو حوايج يضحكوا دي فوا حوايج ما يضحكوش دونك سامحونا اون ايسي دو غاردي سيرتان نيفو جيسبر تتبعونا ولا كان غلطنا تسامحونا جيسبر كو بلادنا تخرج vers la lumière une bonne fois pour toutes où on aïcho surtout dans la paix باش ما نهربوش باش ما نحرقوش باش لازم نخدمو بلادنا فريمون باش نعيشو اون ديموكراسي وتكون سورتو لا ليبرتي ديكسبرسيون اي جيماجين كو فهم حسبك عندك اون باج دونك فيسبوك وين الناس اللي ما التحقوش بلا باج تاعك يزيدوا يلتحقوا بلا باج فيسبوك انت راح تعاود تفكرهم وتقول لهم لا باج تاعك فيسبوك دونك كاين بزاف لي باج هذوك ماشي تاعي كاين لا باج كامل عبدت مكتوب بين قوسين باج اوفيسيال متصور بها واقفه هكذا كاشني وكاع بين الشباب هذيك هي لا باج الباقي كاع على بالي شكون ماشي فوالا دونك تحيات فوالا دونك لي ميساج لي لي فوالا بعثوا لي لايكس سورتو لي جيم لي جيم يعمروا لايك لي كلش سباب نبيعوا سباب نبدلوا القش لكن عندكم زراب ماشي نغسلوهم لي عندكم هذوك الطابونات تاع بكريم بنشيوهم نبدلوا البصل بالغازوز كاع بعثوا لي باش ان توكا ميرسي بوكو فكامل عبدات يعطيك الصحه وحنا ما نقدروش نخليوك بلا ما دير لنا لو وان مان شو سا سرا اون بروميير في دير دورا راح دير لنا ان بتي فا وان مان شو عندك المحيط تاعك هاوليك هذاك هو المحيط تاعك جوستومون وحنا نقول لك دونك ميرسي بوكو صحيت دونك يعطيك الصحه وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله ندير بزاف دورات ان شاء الله حب تدوير بيان سور انا ونسيتها تلمو كو كمان عبد تا نسيت لو جيست تاع دير دوره دونك راح تقول لهم ديروا دوره مع كمال عبدت فوالا ديروا الدورة مع كمال عبدت ان توكا فوالا كان معكم لارتيست تاعنا تاع الجزائر كامل كمال عبدت وحنا نتلاقاو بعد لو وان مان شو تاع كمال عبدت نحبكم فوالا نحبكم ديريكت نحبكم كاع نحبكم باسكو حنا في ليزارجي عندنا بروبليم حبيك حنا كي تحب سيران هلا ما رانيش وحدي ما رانيش او بابا انا نحبك نحبك بار كونتر كي تكرا نكرا اي متي ماك درامي ترجعهم لي ولا ما لا داير كي تمشي هكذا في الزنقه تشوف واحد مع صاحبته ما تحشمش اي روح ليه ما راني اون فامي راني وحدي مي اون فامي وحدي روح تروح بار كونتر كي تشوف واحد زعما يضرب صاحبته تا تا تحس روحك بيان
لا عاونك خويا راك تضرب ودي فوا يعيط لك يقول لك روح تعاوني وتروح عندي صاحبي عنده صاحبته سميله بان تعاونوا كاع نضربوها سي فاميليير باش نتعاونوا على حنا عندنا بروبليم تاع الحب حنا ما نحبوش وكي نحبو نحبو مال باغ اكزومبل حنا لي زوطر بوبل يحبوا بالورد زعما واحد يحب وحده يدي لها الورد حنا الورد سا نيكزيست با طاير واحد كيمرض زعما عنده الكولو لوبيراسيون واش تدي له جامي تدي له الورد دي له البنان باش يزيد البنان يا تاع داك تاع 12 دينار هذاك باش يكونستي با ما عاودش كاع ينو جامي تديني فلور ميم البروبليم اللي ما فهمتش انا كي تحب طفله تحبها بزاف تروح تخطبها واش تدي لها ما ديرهاش الازهار دي لها الميلفاي واش دخل الميلفاي في الحب كيفاش تبين الحب بالميلفاي ما عندوش كاع علاقه لا باتيسري مع الحب فوالا سي سا الحب مي مالغري تو سا نحبكم نحبكم بزاف على تيست اجهزه الطرد المركزي جيد المقاومه للحراره جيد للبرد جيد راك مقبول راك حتروح يبعدوا انا خذوني الجول خذوني الجول واو جرقاني وهنيني جفري فواكه مجربه ببروده خلينا ندخلوا خلينا ندخلوا للمشاركة اجمع 6 إلى 12 ملصقات جوفري حسبة حجم القارورة وارسلهم إلى العنوان التالي الطنبلة الكبرى لجوفري صندوق بريد 69 بيس قصرين 16100 الجزائر جوفري أشرب المختلف كون مختلف لأول مرة في دير دور على ستار دو راب فرونسي بوبا راهو حاضر معنا Bien sûr, on a caméra dire Dorat, notre le concert ou plus l'interview et s'il vous plaît, on a eu l'exclusivité. Donc maintenant, il s'agit comme on va aller comme le concert plus interview. Bouba. À quelques heures avant, enfin donc le grand spectacle, bah, votre sentiment de retrouver tout le public algérien. Je kiffe autant que les gens qui vont venir me voir. Ça me fait autant plaisir d'aller les voir que eux de venir me voir. Est-ce que vous connaissez un peu donc, bah, l'univers bah, musical ici donc, de rap ? Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas. En France on n'a pas la chance d'écouter du rap africain, qu'il soit du Maghreb ou d'Afrique noire. Ça vient pas vraiment à nos oreilles parce que y a pas vraiment de marché en France, donc malheureusement je suis pas vraiment au courant de ce qui se fait. Donc d'après la conférence de presse, qu'apparemment donc, il y aura un site. Donc est-ce que vous pouvez nous parler donc, de ce site ? C'est un site qui s'appelle okalm.com, okalm.com. Ça va voir le jour d'ici la fin du mois, là, donc dans quelques jours. Et c'est un site qui c'est un site de musique, en fait c'est une centrale de plein de vidéos. Mais la ligne directrice c'est la musique, donc il y aura toutes les nouveautés rap US, rap français. Des vidéos comiques, des vidéos choc, des vidéos de la vie de tous les jours, ce que tout le monde se partage sur Facebook tous les jours. Et on reçoit, il y a aussi, on reçoit aussi beaucoup, on invite les gens à nous envoyer leurs vidéos. Tous les artistes, peu importe qu'ils soient algériens, qu'ils soient d'Australie, de France, et qui nous c'est comme, on est comme une grosse maison de disques, sans contrat, sans barrière, sans besoin de diplôme. Et on reçoit les vidéos et selon ce que kiffe l'équipe, ben on balance la vidéo chaque jour, on balancera des vidéos d'artistes connus, pas connus. Et voilà, c'est une porte ouverte à la musique. Et donc Bouba, ben c'est une marque de vêtements aussi. Ben est-ce que donc votre marque sera donc ben commercialisée ici ? Il y a déjà un magasin qui est distributeur et pourquoi pas une boutique Uncut dans le futur. Un mot pour le public algérien. Déjà je leur donne rendez-vous demain. Et voilà, j'attends, je pense qu'ils seront nombreux. Et voilà, je suis content d'être là et content de partager un show avec eux.
parole, j'ai disparu depuis longtemps. Mais tu me vois toujours briller, toujours scintiller. J'ai pris les petits sentiers et quitté le chantier. Obscène, obscène, africain comme un antillais. Libéré de mes entraves, me venger comme un droit. J'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Malheureusement, je n'ai pas su marcher très droit. J'ai gardé mon automatique et mes amis près de moi. Tu trouves que la terre est belle, elle est plus belle vue de là-haut. Un nègre est un bon nègre quand il est dead sur le carreau. J'éclaire cellule si les barreaux sur ces notes de piano regrette l'époque du Raluciano. Dir Dora, c'est des découvertes aussi. Il y aura une future star peut-être, une chanteuse. Tu veux magrouma bi quelques styles de la pop, soul music. Il y aura avec nous la première fois dans Dir Dora. Yasmine Hadouche, مرحبا بك. La salamek, bonsoir. Ça va? La baisse, Ntouma. Donc pas trop le track, j'imagine. Un petit peu quand même, mais ça va. Ça va, c'est mon deuxième passage avec toi, donc ça va. Ah, très bien. Donc, Yasmine, on va te dire un peu, comment est-ce que tu as dit que tu étais une chanteuse connue? Donc, j'imagine que tu as donc fannane bzaf li tahbihom donc fa marouma behom bon ana ya je sais ya kayen Beyoncé Rihanna et tout exactement hkina vraiment kifash bach dkhalti f had le domaine ben déjà qui compte toute petite serela j'adorais la musique j'adorais chanter je chantais partout à la maison à l'école on faisait des petits spectacles on andero des spectacles de fin d'année ou quand même avec ça, j'ai continué, arrivé au lycée, kif-kif, peut-être plusieurs spectacles, lycée, tout ça. Donc Yasmine, donc, ça fait 21 ans, ouais. Mais est-ce que tu fais en parallèle ou donc la musique? Je fais gestion des affaires internationales, je suis en troisième année, où je travaille dans une boîte en parallèle. Et je trouve le temps de chanter Wind Kun Rene. Voilà. Donc, l'hum, donc, Baditina fait dire Dora, bah, vraiment le grand public y a Arfak, ou surtout, donc, Isma, donc, la voix Tak, mais le style, il est vraiment. Donc, t'ater fait plus tard. Anna, je suis très inspirée par la soul, le jazz, tout ce qui est Amy Winehouse, Duffy. Ou qui m'a rôlé Beyoncé, Rihanna, tous ces artistes-là. Mais est-ce que vraiment, Farah Kihaba, donc tu fais donc tu te relis fait de l'album, ou là vraiment donc tu le fais par passion, enfin juste pour enfin donc le plaisir t'as à la musique pardon. Eh ben je fais ça vraiment par passion, j'adore ça. Je dis ça, je fais ça tout le temps, et c'est vraiment une sensation incroyable de partager ça avec. Avec le monde autour de moi, et pourquoi pas avec un public sur scène, j'aimerais bien, oui. Inch'Allah. Et tu as dit que tu n'as pas pensé à des concours, parce que donc, avec, dernièrement, on a vu qu'il y a beaucoup d'émissions qui révèlent donc, les talents, Star Academy ou la Nouvelle Star, ou alors tu n'as pas pensé donc des concours. J'aurais aimé d'être un tout petit concours l'année passée. D'ailleurs, c'est là où on s'est, oui. On s'est rencontrés. Bon, c'était un petit concours The Voice. Mais, The Voice. Mais donc, le mec win vraiment un petit coup de type. Pourquoi pas? Donc, j'ai eu une chance parce que Hagda Bishnaoudoun Fukrof a fait le petit concours. Donc, l'idée était parmi les cinq donc, finalistes derniers. Parmi les trois derniers finalistes. Et est-ce que ça t'a encouragé pour continuer? Oui, et complètement. Pour se dire que voilà, l'ilhaqt donc parmi les trois derniers, donc ça veut dire que Andy a un talent, que Andy a une voix. Complètement. Le mec, les rôles, oui, pourquoi pas. Apparemment, ça plaît à pas mal de personnes. Pourquoi pas chanter en public et c'est ce jour-là où vraiment je me suis dit, allez, je vais essayer. Voilà. L'hum, Yasmine, où est-ce que justement. Une reprise de Rihanna, Love the Way You Lie. C'est une chanson qui me parle beaucoup et j'avais très envie de partager ça avec vous.
Voilà. Donc, avec Rahat, donc tu fais avec la caméra, va justement. Voilà. La caméra tag. Ou tu dis لهم pour les gens qui mentia les راهم حابين donc يحققوا الحلم تاعهم donc par exemple et qui veulent donc se retrouver fait de la même place tu as اليوم voilà un petit message. Donc pour toutes les personnes qui comme moi ont une grande passion pour la musique, c'est possible de partager ça avec un public, des amis, beaucoup de monde. N'hésitez surtout pas, si vous aimez ça, sincèrement, moi j'encourage tout le monde comme j'ai été encouragée. Voilà. Très bien. En tout cas, enfin, merci beaucoup. Yasmine, donc il y a des choses qui sont les plus importantes. Merci à vous. Et donc la réussite, Inch'Allah. Enfin, qui sait, peut-être que tu reviendras ici, mais autant que star. Inch'Allah. L'album tag. Inch'Allah. Ou Dinab le clip. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà, كانت معكم اليوم la découverte تاع دير دورا ياسمين حدوش. حنا ما نطولوش عليكم ونخليكم مع هاد لا بارتي اكوستيك. Of a story, the future seemed so bright, and this thing turned out so evil. Don't know why I'm still surprised. Even in just high, the wake up's kiss, then you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though your mind just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, love the way you lie. Now this problem in the forces, as it shatters from the fight. In this tug of war, you'll always win, even then I'm right. Cause you feel me fight, what's from your heart? The violence and empty pride. And it's it that all these battles, oh, what keeps me satisfied? And watch me burn, but that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But it's alright, cause I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, I love the way you lie. So maybe I as again, I try to run, but I don't want heaven till the voice so going on and smoke with all your memory. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh, I love the way you lie. Oh, oh, I love the way you lie. Oh,
كانت معكم اليوم حصة دير دورة ولا حابين نتوما باش تكتبونا في لاباج تاعنا فيسبوك كل أسئلة اقتراحات ما عليكم غير تكتبوا فيسبوك دير دورة ولا حابين نتوما باش تعاودوا تشوفوا ليميسيون تاعنا في شبكة الانترنت يوتيوب دير دورة وبيان سور عندنا في قناة وقناتكم الجزائرية كل يوم السبت على الساعة 6 يوم الاثنين على الساعة 4 ويوم الأربعاء على الساعة 10 ليلا شوفوا اليوم كان معنا كمال عبدات اوكي دونك جوز لكم سكاتش ديجا مي انا وكمال عبدات ما نقدروش نخليكم هكذاك تروحوا جوستمون راح باش نقدم لكم لو دوزيام سكاتش وحنا نتلاقاو الاسبوع المقبل دخلي لي للدار ايه شوفي شوفي رحت معايا راجل كراف تبارنا راه وي دار لا راه يسوج ساعد كل فاما البوي هاك بالصيف عني سيف البوي اسمحي لي اختي والله ما شفتك الله يبارك على السلامة راكي مليحة وراجلك ولي دخلتك سمعت قتل ما زاود تدخل الحبس مسك لا بس وانت طلعتك انا وصلت لي 18 اتونسيون لا بس الحمد لله راكي تشوف هات هاي لك هكذا هكذا ما تحبسك هكذا هكذا تاتلي الكاميرات في الدار دخلت للدار نهار الخميس دخلت صبت واحد الباربانا رفدت هذاك الباربانا واش صبت اختي هذيك الباربانا ماشي تاعنا باسكو الباربانا تاعنا قاع درت لهم روزي زونغ واش صبت صبت واحد هكذا الحجاب ماشي الحجاب واحد الحجاب هكذا حليت واش صبت كبده تاع الناموس الوسمو الحواج تاع وسمو تاع البورورو والشعر تاع مبارك اوباما ايه مبارك اوباما وين على بالي انا وين تعرف مبارك اوباما عندها خال اي عندها خال تاع تخدم في البنتاغون ايه اختي وين نقدرهم لاذ اختي اش دير سمعتي ما نحبش نهضر على الغاشي خلي بارك هراوي مبري هاوي اي هراوي مبري هانو اي هانو ها ها هان هاوي هضر لي بالقاوري لو كان هضر قاوي راني في شانزيليزي هانو اي 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 انا عبد الله عبد الله اي اوت عبد الله لا عبد النار عمي ما تعيط لي ماك ما تفت علي لا عبد النار راني مليح راني مليح ايه 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 وصلني 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 ايه ما مات مات دابو سعد ايه مات دابو سعد اللي عطاك 100 دولار نهار جبت سيزي نهار مات مسكين ايه ناض الصباح قالوا لك ناض الصباح اغسل رجليه ومن بعد شرب تيزانه تيزانه هذيك تاع القارص قالوا لك ديريكت طرح ديريكت مات مسكين مات الله يرحمه مات اختي غاضني دابو سعد راجل مليح الله يبارك دابو سعد ايه ايه ام ايه بقى على خير بقى 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 على خير بقى على خير للمشاركة اجمع 6 إلى 12 ملصقات جوفري حسبة حجم القارورة وارسلهم إلى العنوان التالي الطنبلة الكبرى لجوفري صندوق بريد 69 بيس قصرين 16100 الجزائر جوفري أشرب المختلف كون مختلف على تيست أجهزة الطرد المركزي دا
جيد. المقاومة للحرارة جيد. للبرد جيد. راك مقبول. راك حفلول. يبعدوا. أنا هذولي الجول. هذولي الجول. واو. جفري فواكه مجربة ببرودة. خلينا ندخلوا.